الدكتور مجدي موسى صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا. دكتور مجدي مساء الخير. أهلا، مساء النور يا حبيبي. أهلا وسهلا يا فندم. يا دكتور أهلا. مجدي، إيه اللي بيحصل؟ ليه بيحصل كده؟ شوف، أنا هقول لحضرتك، بالنسبة للسخانات لها اشتراطات، ومن أهم الاشتراطات إن في وجود مداخن علشان العادم بتاع الغاز المحروق يطلع. اللي بيحصل خلل في المداخن، بتتسد الغاز، ما بيكملش حرقه للآخر ويطلع غاز أول أكسيد الكربون. للأسف غاز أول أكسيد الكربون ده غاز لا له ريحة ولا له أي شيء علامة، ولما بيستنطقه الإنسان مصيبة كبيرة، لأنه بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الدم ويطرد الأكسجين، وقوة اتحاده مع الأكسجين 210 مرة قد الأكسجين. بيتحد مع إيه يا دكتور؟ معلش. بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الهيموجلوبين الدم، بتاع الدم اللي هو بيوصل الأكسجين لخلايا الجسم، ومن هنا الأكسجين ما بيوصلش لخلايا الجسم، بيحصل اختناق، بيحصل إغماء، بيحصل غثيان، بيحصل كل الاعراض اللي بتحصل. طب الاعراض دي مش بتحصل يعني بالتدريج ولا فجأة كده؟ يعني الناس نايمة وتبص تلاقيهم ماتوا، يعني ازاي ده بيحصل؟ حضرتك، هو جوه مستوى الغاز جوه الحمامات مفيش تهوية. مفيش حد عامل شبابيك للتهوية ولا شفاطات. فبيتجمع بيستنشقه الإنسان. بدل ما احنا عندنا الهيموجلوبين بتاعنا مع الاكسجين اسمه اوكسي هيموجلوبين، بقى اسمه كربوكسي هيموجلوبين، تلاقي تفتح عليه الباب تلاقي وشه مزرق وفاقد الوعي. مش سهل ان انت كمان تجيب له انبوبه اكسجين عشان تفوقه. بعض الاحيان ده مش بي ما ما بيفوقش بالاكسجين العادي. طيب عايز اكسجين تحت ضغط معين عشان يفض الاشتباك. طب قول لي يا دكتور، او نقل دم. قول لي يا دكتور، يعني الناس وهي نايمة ما بتحسش بتسرب الغاز، مش كده؟ أيوه ما بتحسش. طب وهي صاحية؟ هقول لحضرتك، ما هو ملوش ريحة. ملوش ريحة، عشان كده يعني ما أول أكسيد الإنسان الكربون مش ملوش بيكتشفه. ريحة. ولذلك ده بيحصل في كل السخانات اللي بتشتغل بوقود الغاز. طيب تنصح الناس بإيه يا دكتور مجدي؟ الحقيقة الصيانة الدورية للمداخل، والمسؤول عنها الحقيقة شركة بتروجاز، ولما أي حد بيبلغ هم ما بيتأخروش. الصيانة الدورية. طيب نسي إنه يعمل، نسي إنه يعمل الصيانة الدورية، يعني المشاكل بتاعة الحياة هتاخد الواحد ومش هيفتكر الصيانة الدورية. يعني على الأقل يعمل إيه؟ يعمل مثلا منفذ للتهوية، على الأقل يبقى في تهوية في الحمامات، شفاطات. عايز أقول لحضرتك على حاجة، ويعني أقول لحضراتكم أيضا، النهاردة بعد ما أنا يعني سمعت بالحادثة دي امبارح، النهاردة رحت يعني أشوف السخان بتاعي في الحمام، لقيته بنقط مية، فجبت الراجل السباك قال لي ده السخان ده مخروم، يعني بنقط من فوق مش من ال في حاجات من حضرتك ما بتاخدش بالك منها. بالظبط. فانا قررت النهارده ان انا لا غاز ولا كهرباء، هو بالكهرباء، لا غاز ولا كهرباء، انا هعمل السخان بالطاقه الشمسيه. يا ده تبقى حاجه امن كتير. اي نعم هي غاليه، بس لا طبعا الواحد يعني يعني يأمن نفسه أفضل من إنه يعني يتعرض ويعرض أسرته لمثل هذه الحوادث. أكيد أكيد أكيد. أنا بشكرك. الصيانة دي مهم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مجدي موسى صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقا.